الهدف السكين. وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا صوت العود ترندح جروحا. يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعبان يا صبحك بالخير يا معامير. صباح الخير يا معامير. نحن جايين نحل هالقصة وهيدا يا سيدي بصوتك، فالله يوفقك بدك تساعدينا، وهي معادي جاية تستسمحك وتبوس راسك. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلي تفضلي يا معادي. والله يا أمعامي يلي عملوا ابني كمبيري أبي يسوى، معقول يفيقني من نص الليل من عز نومتي؟ الله غدا اللي زيادك بالموضوع. الواحد ابي صدق على الله اي متينا بيقوم بيجي هالفهيم بيفيقني بنص الليل؟ معقول هالحكي؟ معقول بده يقيموا فلا يقيموا بنهار ضروري بالليل؟ ولك حاجه بقى ولا حاجه؟ عيرنا سكوتك بقى. عيرك سكوتي؟ لكان ليش جايبني؟ مو على اساس وجهها؟ وجهها مو علاك. علاك هلق هنا علاك يا بياع البقلي. صباح الخير يا سيادة الولادة. صباح النور. أسفين ازعجناك بصوتنا. الصوت لا يهمك، أنا فايق. كنت مفكر قيم فلق لبعض العالم بالنهار لأنه الليل ما يزعج بعض الوجاهات. يا الله مبارح شو انبسطت بالفيقان. بالله يا عامر لو ما فيقتني كنت بدي أجي لعندك بنص الليل أشرب متي. نمت من ضجرة أقسم بالله العامر أفي منه قيمة وترباي ومركز وأخلاق. بشرفك يا أبو خليل، أبتتذكر كيف كنت قلك عنه؟ قلك هالعامر مثل السبع، أبتتذكر؟ هي أكيد. عمي إحنا جايين نترجاك تنحل هالقصة، وأنا خدامك مستعد أمسح الأرض بشيدي. لا يا عمي أنت بتأمر وشعراتك الشايبين هول هنا بكبر فيه. انت يا ما حملتني انا وصغير، وبي الله يرحمه كان يحبك ويقدرك. الله يرحمه. شوف يا معادل، كربال عمي ابو خليل هالمره راح انهي القصه. ربي ابنك. شو سمعتي؟ ربي ابنك، لانه اذا غلط مره تانية عزمتي وديني راح يكون حسابي قاسي كتير. كتر خيرك. بالله بالله بدا زلغوطة. بس الزلغوطة وقت منقيم فلق لبعض العالم بالنهار ما أحسن؟ والله يلا بخاطرك يا جماعة. يعطيك العافية. بخاطرك بخاطرك. الله معك. يلا مجهزي حالك، عنا مشوار. Thank you.
اسمعوا لك، هالمرة تدخلت الأوادم ومشي الحال، بس ثاني مرة إذا بترفع راسك قدام حدا من عيلة سيادة الملازم أو أهله بيكون حسابك عسير. تعالوا فكوا. فهمت ولا لا؟ يلا انقل على بيتكم بسرعة. وهنا سيدنا انت ما جاش دورك بعد. لك يا جماعة الخير فهموني شو صاير، ذبحتوني قتلتوني موتوني من القتل، لكم ماني فهمان شو صاير. شو طول بالك هلق بتعرف شو القصة. الله جعله صباح الخير. أنا بعتذر إني نزعت لك السهرة امبارحة، بس من كتر مالي مشتاق لها ما قدرت أصبر تيطلع الضوء. اليوم رح أحضرك فيلم سينما بجني، وما رح تنسى طول ملك عايش. وبعدها بتقرر يا بترجع الأرض اللي خدتها يا بترجع الأرض اللي خدتها. بلد فيها قانون، ولا تفكر هذا اللي ما تسويه هلق رح يمر هيك بالسهل. ها ماشي نتواجه. ولك بيعجبني فيك انك نمر، نمر حقيقي. معناها رح نبلش الفيلم. ابو خليل شو يا عمي؟ قديش كيلو البندوره عندك؟ بنص ورقه. بدي كل البندوره اللي عندك. ما تكره. حسون تعال تشوف. تعال تعال سيدي. هاي واحد هاي اثنين هاي هاي ثلاثة. تيدي سرعة تشوف. بتعطيني بندورة؟ زين كل حبة بندورة بتصيب وجهه إلك ربع ليرة. شو بقولوا؟ وجهه وجهه طيبه. وهي إلك ربع. عين الله. صاروا نص. لا شوف
شوي بعينه. ثلاث ارباع. هي مصابي. صاروا ليرة ونص. سيدي معلش ضربت انا معاي. ليك اذا ما ضربت راح وقفك محله. يصيبوا. قلت لك شو ما تسوى شو ما تسوى. اخ اخ لك اخ يا ربي لك مشان الله. وقفوا خلص وقفوا وقفوا وقفوا. بس وحدك يا اهل الضيعه كلكم بتعرفوا قصه النصاب وقصه الارض اللي نصب علينا وبيوم وفاة بيي جاء الشادر وبده يشتري النص التاني بمئة ألف ليرة فأماني برقبتكن ها والأماني غالي توصف عدد الضربات للمئة ألف لأنه الحق حق ولا شو يا أبو العز كيف لك يا أخي هطلو اضربوا يا أخ 15 يا أخي يا جماعة وين صاروا 20 قويله ولك يا أمير دخيلات هلأ بلشت تصريخ لسه قدامنا كتير تيصيروا مية ولك كر ولك يا عمي اللي بدك يا بيصير لك بوس ايدك وقفوا هاي الكاتب بالعدل مثل اللي جبتوا لبيي وقت بصمتوا على بيعة الأرض هلأ بتبصين وبيخلص الموضوع اللي بدك أنا جاهز جاهز اللي بدك يا أبو طارق سيدي تعرف كله دياب تعرف طلع على قد تشوف ما هيك يا هلا انقلب اتحرك يلا يا شباب فضلوا لك امي امي لك شو مفكر حالك مسافره برات البلد راح نضل بقلب الشام وامتى ما حبيتي لهذا البيت بجيبك براسي تشوفي والله يا ابني ما كان في داعي لهالنقله أمي شو بدك بهالحارة اللي بتخنق؟ الله أعطاني من واسع كرمه، بقى معقول تضلي هون؟ تفضلي. أنت إذا بدك ضلي هون. يلا المعاملة مع الله. إن شاء الله ألف مبروك. فعلاً بيت حلو كتير لعرسان جدد الله يبارك بعمرك يعني منمنم على قدنا معناتها هلأ لازم نجيب لكم هدية البيت وهدية الزواج لا أخالتي ما في داعي تعصبي حالك ولو هذا الواجب بعدين تعوا لهون إمتى الدخلة؟ هلأ لا تعملوا لي فيها خجل ودراب السخن إمتى؟ ما بعرف بس بهالكم يوم شباب ديروا بالكن صحيح هلأ صرتوا زوج وزوجة بس ما في داعي للتهور لا اكيد بس يعني كيف بدنا نتهور يعني لما بتكون تتقابل انت وياها جيران زيارات ما في مرحبا اهلين وبس ما حدا بيعرف ساعه الغفله امتى اذا هيك معك حق اساسا انا وسهير متفقين على هي الشغله ممتاز هيك طمنتوني بعدين بدي بنت اختي تتفضلي شوي يا ستي انا وبنت اختك تحت امرك لانه جوزي هلكني كل يوم امتى سهير بدها تجي تزورنا؟ وامتى سهير بدها تجي لعنا؟ طبعا بدها تزورك، بس مثل ما انك شايفه هلا يعني غراض بيت ومشغولين هيك شوي وكذا، بس ان خلصت ما بتلاقيها غير عندك. لا. قصدي خالتي بس نفضى بنجي لعندك انا وهمام. وإذا همام عنده شغل رح تجي لعندي ولا شو؟ سيدي بعد إذنك. أنا من رأيي يا أما بضل معك يا أما بضل معك قسم العناصر ما بنعرف شو ممكن يصير لا تخاف يا أبو طارق وحياة عيونك عامر القديم مات واللي بده يرفع راسه بدي أفعصه بصرمايته يا سيدي ما بصيرش تظل لحالك يعني ممكن حدا منهم يساوي له شي عمله
يا ابو طارق اللي بتنكسر عينه بضيعتنا ابقى فينه يرفع راسه. طيب سيدي مثل ما بدك، تأمر شيء ثاني؟ يعطيك العافيه، توصلوا بالسلامه. الله يسلمك سيدي. احترامي. شو على مهلكي؟ يعني ان شاء الله تكون صدقتني سيدي. انا مصدقك من الاول وتاكدت اكثر عندما اجت فيروز واعترفت بكل شيء. شوف يا عيسى، اللي دبر لك التهمه طلال المهرب بالتعاون مع فيروز. يا الله يا الله، شقد اشتقت لك. الله يسلم دياتك على اللي عملته بعادل. ما تتخيل شقد فرحت انه حبيبي انتقم لي. ولك شو بدي احكي لك، ضربني وربطني بالغرفة 3 أيام وبطلني من المدرسة. قال شو؟ لأني بحبك. صاير ما تدخن؟ والله العظيم بيلبق لك. لك انت بيلبق لك كل شي بهالدنيا. انت اللي عملته، ما حدا حسن يعمله. هلق الناس بتحترمك وبتعمل لك حساب. ولك انت كبرت بسرعة وصار عندك مركز بيحسدوك عليه. من يوم ما فات بيي على السجن وانا ما انضرب وانها كلن تكاتروا علي وقهروني. بس امبارحة حسيت حالي قوية بجيتك، ولك صار عندي ظهر بستند عليه. صدقني ماني مبالغ. ولك انت عمري وحياتي وانا ببيع الناس كلن كرمالك. شو بدك تقول لي شيء؟ بلي بدي اقول لك شيء. انت وحدي تافهه. شو حالك؟ ليش ما تبكي؟ ليش ساكتي؟ قطعتيه لقلبي. ظلني هلبة مسح بكرامتي الأرض. مينو؟ عامر. وين شفتيه؟ على السطح. شو قلك؟ اللي انت وحده تافهه. يا خيتي انا اصغر منك بس بحس حالي اكبر منك وافهم منك كمان. المصايب اللي عملتيها العقل ابي يقبلها. بعرف انه ما قصدك تساوي فينا هيك، بس تهورتي وتهورك هو اللي فوتنا بكل هالمصايب. نيرمين لازم توعي. عامر أبقى يفكر فيك بعد اللي شافه منك. انسيه، افتحي صفحة جديدة بحياتك تخففي فيها عن أمك اللي نقص عمرها عمر من وراكي. بس أنا بحبه. وشو الفايدة بتحبيه وهو مستحيل يرجع يحبيك؟ أنا متأكدة إنه هو بيحبني. كان يحبك. كان ما يرفض لي طبعا، كنت مشي مثل ما بدي.
هذا الحكي كان مبارح، اليوم شي تاني. طب شو بسوي؟ شو بسوي؟ خلص نسيه. بالله فيني. لازم يكون فيك، لأنه عامر كان بين دياتك وانت اللي ضيعتيه. مقهورة يا هدبة، مقهورة كتير، مقهورة مقهورة. مقهرة مقهرة مشان تفيقي. أنت اللي قلت لي تعرف على أبو نزار، بس لازم تعرف أن أبو نزار غير لي حياتي، قلب فوقاني تحتاني. أنا هلق واحد تاني، واحد قلبه حجر. صدقني ما أنا السبب، الناس هن اللي كسروني واللي كسر ظهري، إنه أبقى فيني جيب ولد تيحمل نسلك. بعرف إنك ما تلومني على تصرفاتي، بس أنا جاي تقلك إنه أبقى في عامر الطيب، في عامر جديد. بترجاك تحبه يا بيي. حبه لأنه ما يحمي ابنك. شو حسوا ما تخذلوا السيارة للمعلم؟ اي والله ناقصنا. نطفى نطفى منيح نطفى. بدك شايف؟ معامي معامي يا معامي، صباح الخير عمي. صباح النور عمي ابو خليل. شو فاختي الملازم؟ لا والله استاتو نايم. رفيق الملازم جواد عايزه، اعطينا سلكه خليه يحكي. ايه انا ناطر هون مع حسون. عمور صباح الخير خيه. اهلا خيتي صباح النور. رفيق جواد بده يحكي معك. أهلا جواب. شو يا؟ هلا نايم؟ شو بدها؟ قريت جرايد؟ شو في بالجرايد؟ بس تنزل من البيت جيب جريدة تشرين وقراها حبيبي. ايه؟ ولك تضرب بهالموديل، قل لي شو في بالجرايد؟ ولك خلص مثل ما عم فهمك، جيب جريدة تشرين وقراها منيح. اوكي لدقيقة؟ روح انقلع روح. الو مصطفى، مصطفى انا خايفه كثير وما عم بحسن نوم. شبك بهيه؟ شو صاير معك؟ وين ما عم طلع بالبيت عم شوف امي. انت رحت وتركتني لحالي مشان الله تعالى عندي. طيب طيب اهدي شوي. ما عم بحسن لك، ما عم بحسن مشان الله تعالى. بترجاك تعال. ماشي ماشي خلص اليوم بيجي. مصطفى مصطفى تحب الله تعالى لا تتركني لحالي. والله لا اجي خلص طولي بالك. مصطفى لولا موفق يجي معك، أنا تعبانة كتير. أختي طولي بالي، صلي ركعتين وأنا اليوم بإذن الله بيجي. ماشي إن شاء الله. الله معك الله معك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. خير مصطفى؟ شايف وشك مخطوف لونه؟ لا ما في شيء. Thank you.
سوق. صباح الخير. صباح النور يا مهندس، ضيعتنا كلها. يعطيك العافية. ليك مساح البلور لأني ماشي فورا. على عيني. هيك يا ابني، بتوزعون هدول الجرايد على كل الاقسام وبتقول لهم مكتوب بالصفحه الرابعه عن هيئتنا اقروها. شو مكتوب بالصفحه الرابعه عن هيئتنا اقروها؟ سلام سيدي. انصرف. الو. صباح الخير. اهلا. مين؟ قبل مين؟ امورك بالعلالي وعم تكتب عنك الصحافه وصورتك مزينة الدنيا. هذا أقل من عادي حبيبي. مصرين أنا وعادل إمام على طول نطلع بجرايد. عادل إمام؟ وفريد شوقي إذا بدك. إيه الله يسمعنا الأخبار الطيبة. إيه ما قلت لي مين عم يحكي؟ أنا جواد العابد. مين؟ أهلين 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 خي جواد. كيف صحتك؟ ومنين عم تحكي؟ من بيت جدي، واليوم نزلت جيب جريدة وتفاجأت بصورتك وقريت، والحقيقة أخبارك بتسر وبترضي والله. الله يخليك يا رب. بس في أشياء ما عم بفهمها. أنت وينك هلا؟ أنا بحلب تعرف. طيب أنا لازم أشوفك، مشتاق لك كتير. وأنا مشتاق لك، بس كيف صار هيك؟ فهمني. أدخل أدخل سيدي، في الملازم بده اياك. يلا خليه يدخل. عفوا جواد، بس لان اجاني ضيوف ولازم سكر، ممكن تعطيني بس رقم تليفونك؟ انا برجع بحكي معك. ايه طيب طيب، الله معك الله معك. ادخل. سلامات يا مليك. علي كنعان، ممكن تتركني لحالي بالله؟ خلص بقى يا زلمه، ما بدها القصه كلها. عم لك اتركني لحالي كنعان. طيب طيب خلص، لا تخلي. قولي خير، شو صاير معك؟ اهلين اهلين موفق. مصطفى مشان الله طالع من المحاضره مثل المجانين، قل لي صاير معك شيء؟ يعني مسروق شيء؟ لا اخي ما صاير شيء. عود عود لنحكي. مصطفى الله يرضى عليك، اللي يعني دمي فار والله العظيم. اخي ما في شيء. بهية. شو بهية؟ عود لنحكي. صورتي بالجريدة بداية نهايتي. لحمة، كل شي كنت حاسب حسابه إلا هي. لكن لحالي رحلوا عن الحارة ومشي الحال. والحل، الحل يا جواد، الحل. السكينة صارت على رقبتي وأنا فرحان عم وزع جرايد. إيه بس مو معقول يعمل شي، نحن رفقة عمر، مو معقول يخبص تخبيصة تهد الدنيا. وليش مو معقول؟ معقول ونص. طيب شو الحل؟ الحل
كيف بدك تجاوب على أسئلته؟ شو ممكن تكون ردة فعله؟ يلا عنا أخذ القصة. أنا ما رح أقبل تكون نهايتي هيك، لا لا. مستحيل. خيو محلولة، يعني نحن الحمد لله رب العالمين صرنا بنقدر هيك نستأجر لنا شي بيت صغير بالشام. أنت عندك راتبك وأنا كمان نفس الشي، والله بيسترها. خلاص لا تاكل هم، عم قلك انا اليوم بروح بلاقي لي هيك شي بيت صغير بالشام، وانت فورا بتطلع لعند اختك بهية على البلد بتجيبها وبترجع لهون. تمام؟ هلا هيك برايك انحلت المشكله؟ ما هي حتقعد طول النهار لحالها. بس نص مصيبه، يعني نحن فتره المساء معه، وانا بعتقد انه هي مشكلتها عم تكون بالليل. بعدين قلك شغله، والله العظيم معها حق، يعني انا كيف ما تحركت في البيت بتذكر المرحومه امك، فكيف هي هيك رايها؟ ايه هيك رايي، صدقني هذا احسن حل. طب بيتنا شو بنساوي فيه هلأ؟ يعني إذا رب العالمين وفقنا وحسينا أنه هذا القرار منيح، بساعدها فوراً منبيع البيت بالبلد وناخذ لنا هون شي بيت بالشام. لا بس نحن لازم نرجع على البلد بالآخير. هلأ مو مشكلة، يعني هي القصة بنحلها بعدين. طيب أنا بخلص شغل وبطلع فوراً على البلد. تمام، وأنا بكون نهيت موضوع البيت. خير إن شاء الله. هلأ أنت قديش معك مصاري؟ أنا جمعت معي 2000 ورقة. ممتاز، لكن أعطيني 1000 ورقة وخليني أتيسر. خشرف اخي. ماشي، لكان بدك شيء؟ دير بالك على حالك دكتور. يلا السلام عليكم. عليكم السلام، الله معك. اهلا عمي عادل، اهلا. كيفك برنس؟ شريف قعير. خير كيفك عمي؟ الله يسلمك. اخ شو حزنت على اللي صار معك. بشرفي حزنت من جوات قلبي. انا امبارح شفت فيلم هندي، صار معه نفس اللي صار معك، لازم تنتقي. بس البطل تبعه مو كرمت لك، راح حرق عيلة الضابط كلها، مشان هيك لازم تروح تحرق نفسه لهالقرد عامي. وإذا بدك الفيلم بعيرك يا اسمه انتقام الأفاعي. ليك بالعز الله يخليك، ضايقة الدنيا بوجهي وما لقيت حالي غير صرت عندك هنا، فأبدي تفتح لي هالسيري إذا بتري. طيب خلص بلو خلص، أنقع لك كاسة متي. أنا بشرفي عم بحكي تخفف عنا. وعمي بس تضيق فيك الدنيا تعال عندي تعاوقي. خلص. آخ يا بالعز مخنوق، والله مخنوق. طول بالك ولو بتنحل إن شاء الله. الناس كلها معرضة للذل، وهنت منك أول واحد بتمسح كرامته بالأرض وبصير مثل الجحيش، ما يشنهق مثل الجحيش قدام العالم كله من كتر القتل. بسيطة يعني عادي. هلأ أنا كنت مشاهني. مو قصدي قصدي إنه أي واحد يعني معرض لهذا الموضوع، يعني أي واحد بيتمرجع على الأم ضابط، بيجي الضابط بعدين بيسلخوا قتلي قدام العالم، بيربيه وبيمسح فيه الأرض طول عمره. هذا هو قصدي. هلأ هذا طلع معك؟ والله الحقيقة لازم تنقال. انت بتعرف حالك فصعون وحقك فرنك بالموني، طبعا بتقوم بتتمرجل بتتمطوط قدام العالم مثل سعيدين وبدك تتبهدل. بلش طلب بالعز، لو ما كانوا عساكروا معه كنت مسحت الارض فيه. ولك ارض شو يا زلمي؟ ما احكي عن علاقتك مع ام عامر وابو خلي. معقوله يتموا الناس ساعه يفكوه وما لحتوا ولا ضربي ولك ضربي وحدي بس حتى يقولوا عنك العالم زلمي؟ سيدي بس تضيق فيك الدنيا تعال اشرب متي. عم شو حاله هذا؟ من فوق انه ما نخفف عنه من شو هالجيل هذا العمى. سلامات ابو جود. اهلين عمي جواد، تاخرت. كان عندي اجتماع وهلا اللي بطيت لك. ما كيفك يا زلمه؟ طمني عنك، شو اخبارك؟ والله فائد لك. فائد لي تتصل فيني تسال عني؟ ولك يا زلمه انت حدا بيعرف وين اراضيك لحتى تعتاب؟ المهم انت خبرني اوضاعك كيفها. هلا اوضاعي مو مهمه، بدي اوضاعك. هلا تركني من الحكي الفاضي. في حواليك بنات حلوين؟ قل لي جواد بلا حركاتك، شلون صرت ضابط؟ واليوم لما حكيت مع امك قالت لي انك كنت مسجل هندسه، خبرني شو القصه.
هلا معقولة أنت يا أبو جود بدك يعني أحكي لك كل هالحكي على التليفون؟ ما بمشي الحال حبيبي. أنا خصوصي رح أطلع لعندك على حلب. المهم قلي قلي شو أخبارك؟ والله أنا مشتاق لك كثير. لسه بيقول لي مشتاق لك. لك يا أخي وأنا مشتاق لك، بس بدي أفهم شو القصة. أدخل سيدي، في ضيف بده إياك. أبو جوج ليك بدي أقول لك هلا جاييني أنا ضيوف، برجع بحاكيك أنا بعد شوي، ماشي حبيبي؟ جواد أنا بعتقد إني فهمت القصة، وأساساً ما بدي شرح كتير. شوف ضيفك على أقل من مهلك وخبرني وقت اللي بدك، أنا بالبيت عم بدرس. وتذكر أني ما رح مرق الموضوع. شلون دراستك؟ شلون دراستك؟ خاطرك جواد. شوف ضيفك. بالله نجم يا عمي، نجم قد الدنيا. الو، مرحبا ابو خليل. الله يخليك، بدي احكي مع عامر. سافر؟ امتى طلع؟ طيب ماشي، شكرا شكرا. الو مرحبا، انا الملازم جواد من الجمارك. الله يخليك حبيبي، بس يوصل ملازم عامر بتخبره اني اتصلت فيه، خليه يحكي معي ضروري ضروري ضروري، فهمت؟ لا تنسى حبيبي، الله يخليك. ايه والله يا امي مالي طايقه لهالبيت. ليش ولك بنتي؟ والله هالبيت ظريف، واي عائله بالدنيا بتتمناه. ايه بس مو يكون لطلال وجايبنا ليزلنا فيه. ولك يا بنتي انا كبرت وهذا البيت بتفت له الشمس والهواء، يعني احسن مشان صحتي. يا امي يا امي، طلال جايبنا لهون ليحسسنا انه مفضل علينا. بعدين ما سالتي حالك كيف بيوم وليله صار عنده هيك فيلا وهيك سياره؟ لا تستغربي لا تستغربي بنوبه تفوت الشرطه باي وقت وتزتنا بالشارع. هذا البيت ما بنعرف عنه شيء، لا لمين لا منين اجا. يا امي يا امي صدقيني والله المال الحرام بهت صاحبه. مشان الله حاج حاجة توجعيني بحكيك، أنا شو طالع بإيدي؟ يعني بدك ياني قل له رجعني على الحارة لأنه مصرياتك حرام؟ ما بعرف، بس قلبي قايلي إنه في مصيبة ورا هالفيلا وهالسيارة. وأنا مثلك، بس هو ما بيسمع من حدا. صباح الخير. قول مساء الخير، صارت الدنيا الظهر. شو بدي ساوي؟ تأخرت بالسهرة مبارح. شو أمي نمتي منيح إن شاء الله؟ الحمد لله. عجبك البيت؟ إيه لكان كيف ما عجبني؟ إن شاء الله آية الرزق يا رب. حال قومي عملي لنا كاس شاي. قومي. حاضر. ابني الله يرضى عليك تعامل معه منيح. ليش شو حكيناها؟ ما حكيت شيء، بس طريقتك. خلص خلص ماشي. شرفي تعامل معها بالحسنى. انا عيني شوف شو كسرت. حدا سأل عنها؟ ايه سيدي، سأل عنك رئيس القسم وحكى معك سيادة الملازم جواد وقال بده اياك ضروري، وترك لك عنوان بيته ورقم تليفونه. بيته؟ ايه سيدي، سجلتهم على ورقة ومحطوط على مكتبك. وطارق النوى؟ ما بعرف سيدي. روح شوفه اذا هوني، خليه ينطرني بالمكتب. يلا. حاضر سيدي. احترامي سيدي. اهلين عبد الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك سيدي. شرف ارتاح.
شكرا. كيف كانت مهمتك؟ ممتازة. طبعا نحن سمعنا شوية كلام بس ماشي الحال. ولا يهمك سيدي، اللي سمعك كلام بيسمع أكبر منه. شو مش هالموقفين اللي عندك؟ أي موقفين؟ آه قصدك بو رباح واللي معه. إيه شو قصتهم؟ بو رباح مطلوب لنا من زمان. أنا ما عم بسألك عنه، بعرف إنه مطلوب والجهود اللي بذلتها للقاء القبض عليه تشكر، بس شو مصير الناس اللي معه؟ يعني أنا ما وصلني لا محضر تحقيق ولا عرفت شو تهمتهم. سيدي في واحد بدي إياه عن طريقي وما يعترفوا وينه. إيه بس ما بصير نحن نخليهم عنا بدون محضر، يعني فرض واحد منهم مات. إن شاء الله بيموتوا كلين. أوف 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 أوف. شو يا عامر؟ صاير عم تحكي كأنه واحد صار له بالخدمة 50 سنة وقرفان. لا سيدي، بس موضوعي معي شخصي. شخصي؟ طيب اعمل محضر. رح اعمل بس ما هلق، تيجيبوا لي اللي عم دور عليه. بس هذا الحكي ما بصير يا عامر. سيدي في شيء ما بصير، كل شيء بصير، وهودي جماعة زعران بدين ترباية ربيهم بالأصول، بس إذا ما في تهمة أنا مضطر طالعهم. سيدي ما رأي يطلعوا، وإذا بتحب خلي اللي بدك إياه يحكي معك بشان الموضوع. أوف أوف أوف، صار عم تحكي على الواسع؟ من اليوم ورايح في غير الواسع. كأنك عم تهددني؟ العفو سيدي، العين أبتال على الحاجب، بس موضوع هودي الزعران حساس عندي، ومرة طالعين تجيبوا أبو طحين. مين هذا أبو طحين؟ واحد مجرم، إذا وقع بإيدي رح أعدمه. تعدمه؟ لا كبراني معك الحكاية كتير، أنا لحق لي سبيلهم فورا. مثل أبدك سيدي، بس رح أرجع جيبي وبسرعة. احترامي. لعمها مين دعمها؟ أهل ملازم. إيه بكرة إذا بصير رائد ولا مقدم شو بده يحكي؟ حامل الآن حصوان ما بيلين ليلك رمح والهد هدي سكين، وين الصبح وين الإفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هالطين. حامل أبا صوان ما بيلين ليلك ربح والهدى سكين. حد العمر مجبور على المشوار، والأرض المليانة صخر والحيل شو غدار. كرمك عنود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندح جروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعب.